السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. كيفك فاضي؟ ما شاء الله عليكم. نورتوا. عود معنا خلينا نشوفه. عودوا خلينا نشوفه. شو من شربك يا فندي؟ بدي اشرب نفس المشروب يلي عم يشربوه الشباب. شو عم تستنى؟ اشتقنا لك كثير. ما ولك اليوم يساوي خلص اتركه بحاله. انا ما بقدر. بسيطة يا معلم. لازم يتحاسب. طول بالك. طيب شو؟ اشربوا بصحتكم. شو قصته هاد؟ ليش عم تطلع هيك؟ شو مشكلتك؟ حكيت معي؟ خلي عينك بطاولتك، ليش عم تطلع فينا هيك؟ الظاهر هذا ما بيفهم بالحكي. خير شو في؟ قلي شو مشكلتك؟ ليش عم تطلع هيك؟ إذا بدك الحقيقة، أنا ما عندي أي مشكلة معكم، بس شو بدنا نساوي؟ الظاهر وصلتوا لنهاية طريقكم، هذا هو قدركم. أنت شو عم تقوله لا مجنون؟ أصدقائي، حدا منكم عنده كلمة أخيرة؟ تفضل. تعال يا حسن. حضرة القاضي، صارت جريمة قتل بقهوة الجسر اليوم. 6 أشخاص كلهم انصابوا برصاصة بقلبهم. مقتولين بنفس الطريقة. شو يلي صار هون؟ والله ما بعرف شو يلي صار. كانوا الرجال قاعدين هون واجا هداك الزلمة قاعد قدامهم هون. بعد دقيقة سحب مسدسه بلمح البصر وقتلهم 6. أنا طول حياتي ما شفت واحد بيستخدم سلاحه بهالمهارة، حتى ما لحقت شوفه كيف سحب سلاحه. طيب شو أوصافه؟ بالحقيقة هو شاب طويل وشخصية، مو باين عليه مجرم. طيب مين هدول اللي انقتلوا؟ هن عمالوا على التالي. كلهم كانوا يشتغلوا بالميناء. شو رأيك بهالقصائد؟ كل خطوة عم يخطيها هالرجال إلى معنى. هو قتل هدول 6 لحتى يقربنا منه. معك حق، هدفي كان خليك تقرب مني. أكيد. يعني أنت الضابط مصطفى؟ ما كان في داعي تقتل 6 أشخاص لنتقابل. لو استنيت شوي كنت رح ألاقيك. شو بدنا نساوي؟ حدا منا بيكون الفريسة وحدا بيكون الصياد. بس لازم اعترف لك بشغلة، أنت أول شخص بقرب منه لهي الدرجة، وطبعا رح تكون الأخير. فكر حالك ذكي كتير مو هيك؟ أبدا، أنت ارتكبت غلطة حياتك لأنك استهنت فيني. كيد لما تتطلع وراك بتشوف أنه ما حد تقدر تهرب.
هرب عديم الشرف.